صادق البرلمان الإثيوبي على إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر تزامناً مع ارتفاع التصعيد العسكري في البلاد. أكدت الحكومة الإثيوبية على أن حربها مع جبهة تحرير تيغراي وجودية ولن تتراجع عنها. وبحسب مصادر إعلامية فإن عمليات سحب النقود من البنوك وتخزين المواد الغذائية بدأت تجري في العاصمة أديس أبابا تحسباً لهجوم، حيث تختلف السيناريوهات المتوقعة في البلاد مثل استمرار تقدم قوات تيغراي صوب العاصمة. أما السيناريو الثاني هو توجه قوات تيغراي نحو الضغط على الحكومة الحالية اقتصادياً من خلال حرمانها من الإمدادات الضرورية، إذ من المتوقع أن تتجه قوات تيغراي نحو مدينة مللي الواقعة على الطريق الرئيسي بين جيبوتي وأديس أبابا. تأتي هذه التوقعات تزامناً مع وصول المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان إلى العاصمة الإثيوبية.